النهاردة أنا جاي لكم مشروع مختلف جدا. مشروع في اليوم هيدخل لك 5000 جنيه. 5000 جنيه زي ما بقول لك، ومش أنا اللي بقول كده، لا ده الناس اللي مجرباه واللي اشتغلت فيه هي اللي بتقول كده. المشروع ده يمكن أكبر نسب ربح فيه هو دوت. تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف ايه هو المشروع وازاي يدخل لك 5000 جنيه في اليوم. ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة انا مش هطول عليك، انا النهاردة هشرح لك على السريع مكنة هتدخلك في اليوم صدقني اكتر من 5000 جنيه، وعن تجربة انا عندي المكنة ديت وشغال بيها. اولا المكنة مميزاتها جدا، مميزاتها حاجة حلوة جدا خالص اللي فيها انها سريعة جدا وبتحفر على جميع الخامات البلاستيكية والمعدنية. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، سرعة حفر المكنة بتوصل ل 8000 ملي في الثانية الواحدة. انت متخيل 8000 يعني قد ايه؟ يعني ما بتاخدش اي حاجة لمحة بصر على حفر اي حاجة، تمام. تالت حاجة، بتقدر احفر بيها على الخامات المعدنية زي ما قلت لك فوق، زي الذهب، زي الاخشاب، زي الفضة، زي الكروت المعدنية، المواد البلاستيكية والبركود والخشب كمان، تمام. ايه اديك انت قلت لي مقدمه وزي الفل. مواصفات المكنه، المكنه في بيبدا منها من 20 واط و30 واط و50 واط و100 واط. انا هقدر النهارده اشرح لك اللي هي 30 واط، ودي ثمنها عامل 110000 جنيه، تمام. هتقول لي ثمنها غالي قوي، لا في ناس بتبيعها بالقسط على فكره، وممكن اسيب لكم رقم تليفونهم في الديسكريبشن والعناوين بتاعه المكاتب بتاعتهم. المكنة بتبقى مساحة الورك سبيس بتاعها، العمل بتاعتها بتبقى 17 في 17، دي العدسة الصغيرة، وبيبقى جاي مع عدسة كبيرة بتبقى 30 في 30، يعني انت ممكن تقدر تعمل عليها اي شغل اي حاجة، فمعاك المساحة مفتوحة 30 سنتي في 30 سنتي. دي اول حاجة، تمام. بتقول لي انت ممكن تكسب ازاي في الشهر، في اليوم قصدي 5000 جنيه. انا بقول لك مش هتكسب في اليوم 5000 جنيه، انا بقول لك اقل حاجه 5000 جنيه في اليوم. يعني ايه؟ يعني انا بيجي لي كميه ميداليات وكميه شغل من اي شركات، انا بتعامل مع شركات معينه بتجيب لي، اعمل لها على النظام ليبل معدن بحفر لهم عليه داتا بالمكنه، بيجيبوا لي مثلا سيان في اليوم 1000 1000 ونص 1200 1300 على حسب ما بيجيبوا لي الكميه. الكمية انا عايز اقول لكم على حاجة، مقاس الليبل اللي بيجي لي بيبقى حوالي 4 سنتي في 2.5 سنتي، بقدر احفر عليه داتا في بالظبط الواحدة بالظبط بتكلفني وقت اقل من 20 ثانية الواحدة. يعني انا في الساعة ال 1200 او 1300 دول ياخدوا معايا ساعة ونص ساعتين شغل بالكتير قوي. طيب ماشي، هنضربها ازاي؟ انا هقول لك، انا بيجي لي بحسب القطعة الواحدة حفر ب 4 جنيه، اللي هي مقاس زي ما قلت لكم المقاس اللي انا قايل لكم عليه، القطعه بحسبها ب 4 جنيه حفر. طب احنا قلت انا هقول لكم لو هضرب 4 في 1000 ب 4000 جنيه وانا قاعد زي الباشا وما خسرتش اي حاجه خالص، والمكنه ما بتستهلكش كهرباء كتير وسريعه جدا جدا جدا. طيب ماشي، انت قلت لي النقطه دي، انا هعرف انت شغال مع شركات، انا هعرف اتعامل ازاي زيك. انت تقدر تشتغل بيها، تحفر بيها على جندات، على اقلام، على ميداليات معدن، على اخشاب، على نظام جلود، بتقدر تحفر بيها على اي حاجة وما بتاخدش منك وقت وسريعة جدا. انت تقدر تعمل صفحة على الفيسبوك وتقدر تروقها وتقدر يجيلك عليها اوردرات كتيرة جدا. انت ممكن تعمل البورتريه بتاعها 30 سنتي في 30 سنتي حفر على الجلد، ممكن يوصل ل 300 جنيه ويوصل ل 400 جنيه كمان. البورتريه دوت هو بيكلفك جلود وبيكلفك حفر حوالي 50 جنيه 55 جنيه، فانت شوف المكسب بتاعك قد ايه. انا بكلمك انا من وجهة نظري المشروع دوت مربح جدا جدا عن اي مشروع انا قدمته. هي الفكرة كلها، انت لو هتجيب المكنة ديت ب 110 انت ممكن تجيبها قسط وتدفع لها في الشهر حوالي 5000 جنيه، وعلى فكرة المكنة مربحة مربحة مربحة. معلش انا طولت عليكم الفيديو، لو في اي استفسارات اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو في اي حاجة ممكن تكلموني وهسيب لكم ارقام تليفونات الناس اللي بتبيعها وبتقسطها. ولو الفيديو عجبك اديني لايك، وما عجبكش برضك اديني لايك، ومحتاج دعم منك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس لو انت لسه اول مرة تخش عندي. شكرا.